وأبي هم عائلتي دائما، فهم يجلسون معي كل وقتي، وعندما أحاول الجلوس معهم يقولون أنا مشغولة، أنا ليس معي وقت. أول مرة شفت جيل على المسرح بكيت بيني وبين حالي. أنا عبد الناصر القادري من سوريا، عمري 25 سنة، من ريف دمشق، عايش باسطنبول، عم بدرس بجامعة اسطنبول كلية علوم سياسية. بسوريا كنا عايشين ببيت له حقل أو جنينة كبيرة شوي، كنت عامل تحت الجوزة، تراب الأرض طبعاً، مكتب صغير وبقعد بدرس عليه بشكل يومي، بكتب قصص وشغلات ومحاولات بمسلسلات وأفكار كتير. كان في مشروع كتبناه بال 2015 ولكن ما نفذناه ل 2018. الفكرة من المشروع هو سميناه جيل. ليش جيل؟ في جيل ضائع بالطريق، عم يبيع محارم بالخيام. يمكن نحن ما نقدر نغير هذا الشيء، يمكن هذا بيحتاج دول لحتى تغير، ولكن نحن ممكن نغير بفئة معينة من الناس تعمل أثر. وكان هناك يوجد مفاجأة جميلة، فكان أبي حاولنا أن نقدم شيء جديد، أنه يكون في مدونة للكبار يدونوا بمحتوى مفيد وأيضاً للأطفال. اسمه جيل وحطينا فيها أسماء مختلفة شوي. أنا مدون، أنا أرسم، أنا أعزف، أنا أبرمج، أنا أصور، أنا أحلم. خلي يجي يحكي لنا. ممكن تسألي أنه ليش أنا؟ الأنا هي زرع الأنا الإيجابية للطفل حتى يعبر عن نفسه. لولا الأنا ما فينا نحكي عن المسرح، دون أنا ما في ثقة بالنفس. بيتوجه للأطفال من عمر 8 سنوات إلى عمر 15 أو 16 سنة، بفئات عمرية مختلفة. بيشيل إنه نحن بدنا يحكي أحلامه للناس، يحكي أفكاره هو. نحن بس منجيبه مندربه كيف يحكيها، منرتب له إياها، ولكن ما من أبدا ما منلي عليه. فيك تقولي بيحكي عني تماما، اللي هو كيف وقفته أنا صغير وما قدرت أتكلم، وكيف حابب أنه يوقف الطفل ويتكلم وهو واثق بنفسه. أنا عندي إيمان بحياتي، دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني، فلازم نعيش اللحظة كل يوم بكل لحظة، لازم نضل مبسوطين. إذا ما ضلينا مبسوطين بنموت من الهم مو من الأوجاع يعني.